لا نعرف علني ما بقات نعانى بيا اقارب وفاتو. اهلها كاملين يجونت اياها، اخوتها واولاد خالتها واصحابها باط ومعرفتها باطي الدنيا، ولا بقات علي العاله. انا ماني فاتح مقصينا من فكو جاي، هاو نعاين شق لهم. ايه ونعدل بهم المهام اللي عندي ما توفر. سرس. الو علي، انت بلاد موفى لك بلاكيت ولا ما وفى لك بانو؟ تبوي دور توحنا بادي اللي تسول قاع البانو، ليش عليها اسم التسول؟ تدور توحنا جرنا المشاكل. قولوا يدين لك مؤسسة شيخ الدشرة لمكافحة البطالة، رانا هذا الشعار دارنا نحن، والتحت التحت رانا نحن نشتغلوا. قلت لك ما قال سمعته. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا مسألة قادر نعايد نعايد بالك قدهم فاتوا. شوفوا الخلطة، أنا الوضع ما طلع عاجبني نهائيا. هاي الشغلة للأسف الشديد ما تطلع على المستوى. هذه مؤسسة محترمة، مؤسسة عندها مصداقية، يقال للأسف الشديد الأداء ما طلع بالطريقه اللي تعود بها. شوف عليا لا يقول لكم روايه، انتم هون الناس اللي يقعدوا عند كرفورات لا اله الا الله، وهي ادائهم ما هو زين ولا هو مريح. شوف النهارات قبلتوا لنا مره وطحتوا انا عند كرفور بي ام دي، اعلنها مشلوله. انا واخر ماشي هي لي وانك انا قابل العودان لحدايد دايرتهم فايده وماشي تجري. هاي ما هي وضعيه حد مشلول. ومنادم اللي مقعدين عند كرفور اميره قابل صيقانو ومعاقبهم الطريقه اللي معاقبهم بها ما هي طريقه صالحه. من انت عودوا مولي تعرفوا عليكم ماكم قاعدين تشتغلوا، خلوني انا من راسي نتخلى تريح. لا المدير تو انا داخل تريح. شوف قلت رايك الشرط والله اللي ينقيس فيك واحد من كرفور اسمع. فهمتوا؟ المدير واضح ما في غلط مشكله عند الخلق اللي ما يسمعوا. شفتوا الناس ما تدربهم على شيء وطلعهم بالشغله ما جابوا لك شيء ممكن تدربهم عليه. شتيك المراه؟ اجي شتيك المراه قاعد فترتها حزبت انا معاها الحديده اللي عنده طيناها درت انا فيها سلك رقيق ما ينشاف رقيق. ايه لكن يتحرك حركه ما قلنا لها جيناتنا نسك جيا رده يغار غلبتني. قام طرحت لي وله هو وقام السكه طرحت له وعاد قاعد تسقي لي باربيسات ولتان. ايوا منادو دي معاقب صيقانو. لاك علي شتا قال مشكلة. قال اي قلت له فيني كوبسا جبرت تقع ما يصير كوبسا. انا قاعد نهضر المرتب. مبارك هذا لا نديروه محاسب، هو النحاس يحسبوا نوع من الحسيب عشيب وقريب. لا يقلعوه من هذا ولا نديروه المحاسب. اوه بارك عليك الفقر. ها؟ بارك عليك الفقر. قلت لك مولي سيدي هذا شخط الدنيا رويخي سيد احمد ولا الخير العافية سيد احمد زاي شت ولا يوعب الفجور ويجي التالي حدش وسابق من اللي يجي ما خالك كرف فرقة تفتحنا سوينا لنا صامول ما قفل ركي يا خو علي يا غاف شوف اللي يجي بنا كات صامولية هذا لا ماذا نقول هذا لا ماذا نقول لكم او شو المدير مية ربحي يسبوع على نركب هو ده المشكله ما ربح حقه عن المشكله لان احنا قاعد الشغله ما تعرف خارقه انا هذا للاسف لا نضطر وندخل معاكم يا تناه ياك الرد من مصداقيه المؤسسه لا لا تدخل خلينا انا اليوتيوب اظن عشني اليوم انت حاج لي الوضعيه يكسى الله هدي ياك الوضعيه كنت عدى لي ساعه عند كرافور شني حاج لي المدير انا كنت عندي اسم وضعيات التاليه منهم كرافور نصهم كانت وضعيتي التاليه وضعيتي احنا الشوكم صح هي تتكتكع كيف احناش شوفوا راني مسلم عليكم ومحييكم تحية خاصة من هذا المنبر بيني انتوما انا اخترتكم بين الاف المئات الاطفال نراكم انتوما فيكم الكفاءة قد تعدوا لي ندور انا بكم يا سمعتوا ونرى ملي عنكم وطنيين عنكم وطنيين واللي شغل لي واحد يبارك انا فيت سبكت منها وبعد فيها الشهادات فهمتوا عدت جاسم لي جست بوت جاسم الشهادات
راك شفت انت ليد ينقصكم سولي دارا لي دارا شي مكره فرات بيرها تنفتحها يا غير اشتغلت مزينه. اسمع انت ليد قيس بيك كرافول الحوتات شغله فيه زين وسيركلاسيون لا وتات لا يزقنو مزات يخبطوا كرافول يجي انت وخابطوا قدامهم يجي ما ضبطك. اوكي وانت ليد قيس كرافول تنس ويلم سمعت شغله فيه زينه والناس تتعاجن لها قلت مضي عن وقت تمينيت تجي الاخرى ما حركت الاخرى يا غار شوف الساق منو كل النعناع واحد من جيمات بانا قدامك جي انت خاب ترانكيل بالبط. شحالك شحالك؟ يا سلام بس الخير خير الله خير شو في الشغله؟ زينه الله يزينه زينه ولا لا تخلصني تخلصني شوف انا راغبك انا راغبك 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 ايوا وين ياكل هذا انه سحاف؟ لا قاش مطعم ها؟ لا قاش مطعم يا ابو روحنا او ياك العمل العمل لا 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 قاش بوشي ومشاني او ياك اللي عندنا الحنش يا قاش داره له موت انت فين وحلنا اصيبوا اصيبوا سته انت ان شاء الله دون عدلك لك ان شاء الله تمثال ندير لك ان شاء الله اللي بطه نرسل لك اللي سوقك شو البطه سيبو نفس البطه اللي عندك نفس كل يوم اسمع سمعت او زين 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 اشتغل 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 على رايك راي فيك بطلوا تواله صدق انا مو اللي بطلوا له او زين 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 اطفحنا صدق صدق صدقك هاك صدق صدق انا اشوف نوعنا البنك الشعبي الموريتاني يتمنى لكم شهر رمضان مبارك. لأن راحتكم هي غايتنا، مفروشات المراكش توفر لكم أجود وأحدث موديلات الأثاث المنزلي ذات جودة عالية، أرقى الموديلات مواكبة للعصر الحديث، أفضل الأسعار وأقوى عروض مناسبة للجميع. مفروشات المراكشي، راحة وتميز، ذوق وأناقة، أصالة وجمال. مفروشات المراكشي، خيارك المناسب. مبارك مبارك أنا رأي فيك مبارك رأي رجع 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 مالك جاي صدال بدأ رجع هوك هيه هيه رأي فيك مبارك شو 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 شغلة زينة زينة ناس رأي منها قبل تقولوكم شاشعة تعرفوا لها شي تاكلوا قوس اللي بعد عن نعمة ذكو لي تكي سنكسان ذكي رأي أنا في مارك شي منها هيه مبارك هذا شنو رد 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 عنا كلمتين أنا رأي فيك شفتك هي جديدة مارك البنك أرد عنك هيه عنك طوال الشغل أخوانا سبدة سيرفيس شو ذك محدي مارك سر شو سر شو سر تركه سر تركه جسم هيرك سر من الترواف بلا صيحة خلو خلو شو جيم إبرانتين اللي يحمى راسه أحمد لا كافو لما تفر سماك لا متين انا رايي فيك كنت صول مع بعض اوكي هي بدنا شغلتك سيدي تدنا كفزين كارفورات غير ما انا كتاب لي الشغله الرائي فيك داخلي مولا تانغانا يا اهل فرس ما دي سانسيكات خو خو انا كنت نطرح ما فيش لك حد يقول لنا عيط انت عمر ما تقول انا ما يخوني يقول تاتبع ما تقول تقولها رتمية رأي فيك طمع لك بلي يلدارنا بلي اللي راح منا توي لجمل شغلتنا خو مستعد صاحب كارفور تنس وين كارفور تنس وين تقولنا تلاش تنس وين لا كتبة ما خيرت بيك خيرت هذا ما كارفوراتي ما كارفوراتي مني بيك بيك أنا رأي فيك
انا نسوجكم كاملين كيما مركبه في فيستي كشقال شبعان الى انا شبعان ما تطلع لك وراك عند فيرسما زين عندي 6400 اه زين برافو برافو كرافو انت قطيع ميداليه هي ما يحتاج تظن عندك لك تمثال ندير لك عليه اسمك ونرسم صورتك عليه هي ندير لك لي بط بط و و و و و شعارنا البط باقي 50 ايه ديالو كتب كتب او سي بون الفيرس ما زين هاي جات 600 زايده زين ان شاء الله او يمشي بها يمشي بها شي انا ويلي شاف كرفرات عدين انا اليوم سعيد وفرحان وراني مهنئك مبروك على الاداء والعمل الجيد وعدت نلاحظ على جميع الكرفورات اللي عندنا الناس كامله كذا كانت بوزيسيون هو وكلها موجود وهذا الحقيقه الورانيه ما نقدر نقول لك برافو برافو على الاداء وبرافو على على على, 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 على الامتياز وبالله الذي لا اله الا هو مدي الا نعرف انك انت الشخص المناسب بالمكان المناسب لا تشتغل سيدي المدير هذا كامل لا فضلكم انتم اه ميرسي شكرا 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 التحفيزات اللي عطيتونا وقتال اللي نعدتونا يا خلينا عنا لا بدنا نشتغل سي نورمال نحن ما نرسم لكم الطريق ونعطي لكم الاله اللي تستقبل عليها عود هذا ما لفتوا ما اشتغلتوا لا لا بليانا 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 جبت دي بروفيسيونيل فورماتير مكوني جديد كوني لوحدي ما كان يعرف الحركات ما كان يعرفوا منين يوقفوا لي زيست ما يعرفوهم ملي زدنا في العمال ما شفت عندنا محتاجين زياد عبي اللي وقاتنا في الوقت الناس تطلع كي حدا طلع 5K والله 6 دي ماتين يصطلح ديزير القايله يطلع واحد اخر كورسا زين انا زين عندي هذا نوع من اتشانجو وقت الدوام اي وقت الدوام اكزاكت تمام زين حتى خلينا مساله اخرى احنا دور لا دور لا نتيجه دور دمارو حق بعد لا نتيجه انا فكرك بوات لك 5 كورس كل بحسه زي المشي صوته زين ما مكون واحد كون مثال واحد نملي يوقف عند الدفل دماري يوقف عند الدفل يبدا يقدم اداؤه يجي ناس مكربين بيه زين الا خبطوا بالتواقع هذا زين هذا نورمال هذا زين قال مدير عندنا مشكله شفت مبارك كذا دخلنا مكاريها مبارك اكبر نهار من هذا واحد فيه نحاس لي فيرسي شو الراس احكوا هو الحق باتي فيرسي زمان دخل عاد طعيب بالهو هو الحق ملي جبرت مجتمعي واحد من ناحية لغتي اسمح لي تعدل عاد معلمين بحرف في تلفونات عجيبة قريبة يحولوا قاع الفضة مباشرة قاع ما تخرج إلى نحن في تلفونات يحكوا هو الحقني أنا مبارك ما تلا طبيعي عندي مشكلة الطريقة دي قاعد بيها مبارك والطريقة اللي عادي تكلم لي أنا بيها ملاها ما هو طبيعي ما تصح على المدير احنا ملي عندنا نقص عندنا نقص في كارفور تنسويلم كارفور تنسويلم مال عندنا مرأة فيه رحمة الله عليها أنت ثنات وفاتها بزدحميس الله يرحمها الله خير عافيك علمناها دور عمية اشتنا دور حقيقي اتي تكلك صنع ليه ما تحرك ما تحرك زين نقولها خير عافية جات هليكس ايوا ماشي صان لا حول ولا قوه صان قلت لك صان فرين خبطتها كونترا على الدنمارك توفات الله لا واجع شو كنت تجرح ليه تم بشو تم لك اما انا كامل هالت كرف وراه ايه ها جات بوليس رنقلتهم زين واحد شي قالنا انا واحد من امالك تنشي الشيخ الدشرة حنيني جاتهم بوليس كامل وقبلتهم ايه رانا خلينا الفضل مشات الفضل مشات بحال بوليستو احسبوه انا ريت واحد ندير في كارفور تنس فيلم مشلول المدير ليش تقيل